السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. مرحبا بكم، نبدأ النشرة بأهم العناوين. تطوير منظومة التعليم من أبرز محاور الندوة الوطنية، التعليم في سلطنة عمان الطريق إلى المستقبل. ثلاثون دولة تتعهد من باريس بتقديم دعم كامل للعراق في محاربة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. وكالة الطاقة الدولية تتحدث عن إخفاق إيران في تقديم تفسيرات عن تطوير أبحاث نووية للاستخدام العسكري. تلقى حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ردا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة تسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة وإطلاقها على سموه لقب قائد للعمل الإنساني. أعرب فيها عن خالص شكره على ما عبر عنه جلالة السلطان المعظم من طيب المشاعر والتمنيات وصادق الدعاء، مثمنا سموه عاليا مبادرة جلالته الأخوية المجسدة لأواصر المحبة والمودة والتي تعكس عمق العلاقات الطيبة والمتميزة التي تربط السلطنة بدولة الكويت الشقيقة، سائلا المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحقق للسلطنة وللشعب العماني كل التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إنريك بينا نيتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب بلاده الصديق اضطراد التقدم والازدهار. تطوير كفاءة المنظومة التعليمية في السلطنة يتصدر خارطة طريق المستقبل التي سيتم عرضها في الندوة الوطنية التعليم في سلطنة عمان الطريق إلى المستقبل خلال الفترة من 14 وحتى 16 من أكتوبر القادم. وستقدم الندوة 24 ورقة من بينها ورقتان حول قانوني التعليم العام والعالي. الطريق إلى المستقبل هو طريق من المؤمل أن يواصل خطى تطوير كفاءة النظام التعليمي في السلطنة الذي تضع حجر أساسه ندوة التعليم في أكتوبر القادم، كما أعلن أمين عام مجلس التعليم في هذا المؤتمر الصحفي. شعار الندوة وهو ندوة التعليم في سلطنة عمان الطريق إلى المستقبل يتبين فيه يعني الكتاب المفتوح وفي الأعلى الأفق لتطوير التعليم والطريق للمستقبل، وأيضا لم ينسى هناك أيضا دور التقنية والتكنولوجيا الحديثة في تطوير التعليم من خلال النقاط الموجودة التي تمثل هذا الجانب على يسار أو على يمين الشعار. الندوة التي ستقام على مدى 3 أيام تضع توسيع المشاركة المجتمعية في المشاريع التي أعدها مجلس التعليم بهدف تطوير منظومة التعليم في السلطنة ضمن أبرز أهدافها. في خطة اللجنة الإعلامية للندوة سيكون هناك إشراك للرأي العام في الطرح على من طريق قنوات التواصل الاجتماعي، وهذا أيضا سيعطي بمدخلاته نفسه في الندوة. هذه المداخلات ستأخذ وستعرض على اللجان لتعمل على الوثائق هذه مع نهاية الندوة. 24 ورقة عمل ضمن 5 محاور ستركز الندوة عليها، منها ورقتان حول قانوني التعليم العام والعالي. سيعرض إن شاء الله إجمالا 24 ورقة، 5 ورقات لإستراتيجية التعليم، 5 ورقات عن مشروع إعادة هيكلة التعليم، ورقة عن فلسفة التعليم في السلطنة، وورقتين عن مشروع القانون، قانون التعليم بشقيه التعليم العام والتعليم العالي، وفي ورقة عن التخطيط وأفاق المستقبلية وأثر على التعليم والتوظيف والتدريب. أمال كبيرة تضعها فئات البيئة التعليمية على ندوة الطريق إلى المستقبل من أجل مستقبل تعليمي مشرق لعمان وأبنائها. انتصار بنت حبيب الشبلية، مسقط. ثلاثة
تعهدت 30 دولة اجتمعت في العاصمة الفرنسية باريس حول أمن العراق لدعم بغداد بكل الوسائل الضرورية وبينها العسكرية في حملة التصدي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. واعتبر المجتمعون أن تنظيم داعش يشكل تهديدا للعراق وللأسرة الدولية، مشددين على ضرورة القضاء عليه. الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية و24 بلدا بينها سلطنة عمان وشقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ولبنان ومن أقصى الغرب الولايات المتحدة وأقصى الشرق الصين، كلهم جاءوا ليؤكدوا دعمهم للعراق. قمة دعم للعراق افتتحها الرئيسان الفرنسي والعراقي. Cette conférence a un seul objectif. لهذا المؤتمر هدف واحد، وهو تقديم الدعم السياسي اللازم للسلطات العراقية الجديدة لمكافحة تهديد كبير اسمه داعش، وهو بمثابة خطر كبير على العراق ومنطقة الشرق الأوسط وعلى العالم. لقد قدمنا إلى فرنسا مسرح الثورة الفرنسية التي قامت على احترام حقوق الإنسان، ونحن نحمل لكم رسالة أيتامي وأمهاتي ثكالى لأناشدكم الوقوف إلى جانب شعبنا وتعيد الابتسامة المسروقة من شفاه المنثولين. لقد كانت الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش خلال هذا الشهر هذه الأشهر هي التعبير الصارخ المباشر عن العقل الظلامي الدموي المنطلق من أسوأ كهوف التاريخ ومن أبشع أيديولوجيات التشدد القائمة على الإقصاء وعلى موت الآخر. حضرت روسيا المؤتمر وغابت عنه إيران، ولم يظهر أي تباين في المواقف لا قبل ولا أثناء ولا بعد المؤتمر. كان إجماع على دعم الحكومة العراقية والشعب العراقي ومحاربة داعش عبر تقديم الدعم العسكري اللازم للعراق، مشددين على ضرورة مكافحة موارد هذا التنظيم الخاصة بالتجنيد والتمويل. وهذا الدعم مبني على ثلاث مرتكزات أو ثلاثة أبعاد كما حددها وزير الخارجية الفرنسي في نهاية القمة. هناك البعد السياسي والبعد الأمني والبعد الإنساني بالإضافة إلى إعادة البناء، كما أن هناك مليوني مهجر من العراق وأيضا حالات صعبة جدا. هؤلاء هم اليوم تحت درجة حرارة عالية وخانقة، وخلال أسابيع قليلة سيأتي البرد. قرار حاسم إذن بمحاربة تنظيم داعش حتى القضاء عليه، مع كل العلم بأن ذلك سيتطلب وقتا ليس بالقصير. المطلوب كفاح فعال ضد هؤلاء الإرهابيين، سيأخذ ذلك وقتا، إنها عملية ذات أمد بعيد، عملية يتوجب أن تكون شاملة. مؤتمر باريس السلام والأمن في العراق يأتي استكمالا لاجتماع جدة حول العراق، على أن يستكمل ذلك باجتماع حول الموضوع نفسه في الأمم المتحدة. مؤتمر السلام والأمن حول العراق في باريس كان مؤتمر توزيع وتنسيق مهام في الحرب على داعش، متروك تفاصيلها لمقبل الأيام. محمد كلاش، تلفزيون سلطنة عمان، باريس. ميدانيا، ذكر شهود عيان أن 6 عراقيين قتلوا وأصيب 2 آخران إثر انفجار عبوة ناسفة غربي مدينة الموصل. وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت في منطقة بادوش لدى مرور دورية لمسلحي تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، لكنها أخطأت هدفها وأدت إلى مقتل 6 مدنيين. وفي شمال شرق بعقوبة، نفذت قوات الشرطة العراقية عملية توغل في منطقة حوض حمرين في بلدة السعدية التي يسيطر عليها مسلح داعش، أسفرت عن مقتل 16 مسلحا بينهم 5 قيادات في تنظيم، فيما أعلنت مصادر أمنية إعدام مسلحي التنظيم ل8 أشخاص في حي الجماهير وبلدة السعدية شمال شرقي بعقوبة بتهمة التآمر ضد التنظيم. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكي أمانو إن إيران لم تنفذ خطوتين من 5 خطوات وافقت على تنفيذها في 25 من أغسطس الماضي، مضيفا أنه من المهم أن تستمر إيران في تنفيذ كل الإجراءات العملية المتفق عليها، بما فيها تقارير سابقة أشارت إلى ضرورة التحقيق في مزاعم تتحدث عن شكوك نفتها إيران بإجراء أبحاث على تصميم قنبلة نووية.
وكان مبعوث إيران لدى الوكالة رضا نجفي قال الأسبوع الماضي إن بلاده أبلغت الوكالة بأنها لن تستطيع تقديم المعلومات في الموعد المحدد، وإن مزيدا من المحادثات ستجرى في طهران حول هذه المزاعم. قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع و14 آخرين بتهم تتعلق بالتحريض على العنف والقتل بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو من العام الماضي. وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت في وقت سابق محاكمة الرئيس السابق و35 آخرين من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام سجن وادي النطرون إلى الأحد المقبل. ناشدت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد تعويض الوقت الضائع في مكافحة مرض إيبولا في اجتماع ببروكسل. ودعت رئيسة مفوضية المساعدة الإنسانية كريستالينا جورجييفا في ختام اجتماع الدول الأعضاء إلى تحديد مساهماتهم بالأرقام لتوفير مبلغ 150 مليون يورو الذي سبق أن أعلنت بروكسل عن تقديمه، وذلك قبل الاجتماع الدولي الذي تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك أواخر سبتمبر. يذكر أن المفوضية الأوروبية ساهمت حتى الآن ب 144 مليون يورو في مساعدة دول غرب إفريقيا على مكافحة تفشي المرض، فيما أعلنت 10 دول إضافية عن تقديم مساعدات للسيطرة على المرض. ألغت سلطات في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمرا بإجلاء السكان بعد أن حقق رجال الإطفاء تقدما لاحتواء حريق غابات أجبر مئات الأشخاص على الفرار من منازلهم. وقال مسؤولون في هيئة الغابات الأمريكية إن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء أكثر من 20% من الحريق الذي أتى حتى الآن على 1600 فدان، ويعمل أكثر من 1000 إطفائي وتعززهم 9 طائرات هليكوبتر على مدار الساعة لاحتواء الحريق الذي شب في غابات كليفلاند وانتشر بسرعة بسبب موجة حارة اجتاحت الولاية. وفي المكسيك حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة يتوقع أن تضرب عدة ولايات بسبب الإعصار أوديل. ووصلت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار أوديل 250 كيلومترا في الساعة، فيما يتوقع أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة على عدد من المقاطعات الشمالية. مشاهدينا المستمرة من التلفزيون سلطنة عمان تتابعون فيها بعد الفاصل. ورشة صناعة الأفلام تستهدف تطوير قدرات 30 متدربا في مجال الإنتاج السينمائي. على مدى سنوات قمنا بتدريب العديد من الطلبة واكسابهم مهارات أهلتهم لدخول قطاع الأعمال. الطلبة تواقون لمعرفة واقع قطاع الأعمال وبرامجنا مكنتهم من ذلك ولله الحمد. مؤسسات تعليمية وشركات ومتطوعين وراء تزايد عدد الطلبة المستفيدين من برامجنا في السلطنة. نحن سننافس على الجائزة. بيتزا ميا أبدعتها أيدينا، لا سميكة ولا رقيقة، والآن 200 في علبة واحدة وبسعر واو. بيتزا ميا في علبة دبل بوكس الجديدة من بيتزا هات. تطوير منظومة التعليم من أبرز محاور الندوة الوطنية، التعليم في سلطنة عمان الطريق إلى المستقبل. ثلاثون دولة تتعهد من باريس بتقديم دعم كامل للعراق في محاربة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. وكالة الطاقة الدولية تتحدث عن إخفاق إيران في تقديم تفسيرات عن تطوير أبحاث نووية للاستخدام العسكري.
أهلا بكم من جديد. نظمت وزارة التنمية الاجتماعية وشركة النفط العمانية حفلة تخرج ل 65 منتسبة وموظفة في مراكز الوفاء الاجتماعي التطوعية لتأهيل الأطفال المعاقين من برنامج الدبلوم المتوسط للتربية الخاصة. رعى حفل التخرج سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية. 65 منتسبا وموظفا في مراكز الوفاء الاجتماعي التطوعية لتأهيل الأطفال المعاقين تم تخريجهم ضمن برنامج الدبلوم المتوسط للتربية الخاصة بدعم من شركة النفط العمانية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وجامعة السلطان قابوس. سيكون لهذه البرامج أثر طيب في تنويع وتجويد الخدمة التي تقدمها مراكز الوفاء الاجتماعي التطوعية. وهنا أود أن أشكر القطاع الخاص على دعمه المستمر لبرامج الوزارة، وأخص بالشكر هنا في هذه المناسبة شركة النفط العمانية التي دعمت تأهيل مجموعة من العاملات في مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين. البرنامج كان هدفه الأساسي طبعا بناء قدراتهم وقدراتهم في مجال التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقة وتأهيلهن على أحدث أساليب التعليم المتخصصة وعلى أيضا وفق أسس علمية تمكنهم من القيام بدورهم بشكل أفضل في هذه المراكز. برنامج الدبلوم والذي استمر لمدة عامين ركز على تنمية المهارات العلمية والعملية للمشاركين في مجال التعليم الخاص، والذي أثمر بدوره بتخريج كوادر قادرة على تطبيق ما تعلموه من كيفية تأهيل ورعاية أكثر من 2000 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة في مراكز الوفاء في مختلف أرجاء السلطنة. الاستفادة هي استفادة كبيرة الحمد لله، سنتين كاملات ننتقل من مادة إلى مادة، أعطونا أشياء ما كنا نعرفها عن الأطفال المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، في أشياء فادونا فيها، استفدنا كثير من خلال دورات العمل التدريب الميداني في الفصل الثاني من السنة الثانية، والحمد لله تقدمنا بما فيه الكفاية وإن شاء الله راح نطبق هالأشياء في المراكز. هذا البرنامج يهدف إلى تطوير وتحسين مستوى التعليمي والفكري لدى موظفات مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين بجميع المراكز. البرنامج جاء انطلاقا من إيمان الجهات المعنية بضرورة وأهمية تأهيل القائمين على رسالة التعليم لمختلف فئات وشرائح المجتمع، إلى جانب دعم ورعاية الأفراد ذوي الإعاقة وأهمية منحهم كافة الظروف والعوامل التي تساعدهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم ليصبحوا عناصر فاعلة ومنتجة تساهم في رفعة المجتمع. استعراض مجالات التعاون العسكري كان محور مباحثات معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع مع اللورد أستور وكيل وزارة الدفاع البريطاني الذي يزور السلطنة حاليا. تم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك بين السلطنة والمملكة المتحدة. وكان التعاون الشرطي بين السلطنة والمملكة المتحدة في مقدمة مباحثات معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك مع اللورد أستور وكيلي وزارة الدفاع البريطانية. كما تبادل معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك مع وكيل وزارة الدفاع البريطاني وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك بين شرطة عمان السلطانية ونظيرتها في المملكة المتحدة. كما تبادل معالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع واللورد أستور وكيل وزارة الدفاع البريطاني وجهات النظر في المجال العسكري بين البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. انطلقت الورشة الفنية صناعة الأفلام والتي تستمر على مدى 10 أيام وتنظمها وزارة التراث والثقافة مستهدفة 31 متدربا في مجال الإنتاج السينمائي. الورشة عقدت بمبنى الكلية العلمية للتصميم في مسقط وتتناول طرق الإنتاج وكيفية التصوير وغيرها من فنون الإخراجية. فن استخدام الصوت والصورة من أجل بناء الأحداث والمشاهد على شريط يمكن مشاهدته والتفاعل معه،
عنوان الورشة الفنية صناعة الأفلام، والتي تطرح أفكارا في تصميم موضوعات الفن السابع. الدورة دي بتأهل المتخصص أو الهاوي إن يقدر ينتج الفيلم ده لو عنده فكرة جيدة ويقدر يفكر ويقدر يبدع، فبالتالي يقدر ينتج فيلم كامل. الورشة تستعرض مهارات في إعداد السيناريو وتصوير الأفلام وتوظيف البرامج المتطورة في صناعة وتصميم برامج الخدع البصرية. هذه الورشة ونتناول هذه المحاور بشكل تأهيلي، بداية من كتابة السيناريو إلى بناء مراحل التصوير، ومن ثم المونتاج، من ثم الإخراج، وينتهي بتصميم الخدع البصرية. وتستهدف الورشة نخبة من المهتمين بمجال الإنتاج السينمائي. هذه إضافة جميلة بالنسبة لنا نحن كشباب واعدين لهذا المجال في تطوير السينما العمانية والأفلام العمانية بشكل عام. حقيقة أنا راح تضيف لي شخصيا في كيفية التعامل مع هذه البرامج بأكثر مثل ما تقول تفرع في جماليات الصورة، بالإضافة إلى جماليات الصوت وكيف تركيب الأحداث. الفن السابع واحد من أكثر الفنون شعبية، لما يلقاه من رواج بسبب صوره المعبرة وعائداته المجزية. صناعة الأفلام ورشة تدريبية فنية تهدف لإعداد متخصصين في مجال الإنتاج السينمائي كالإعداد للتصوير والمؤثرات المرئية ومعالجة الفيديو. يعقوب بن يوسف البلوشي، مسقط. لليوم السابع على التوالي تستمر فعاليات المعرض الوثائقي عمان قريبة وإن كانت بعيدة بالعاصمة الأوزبكية طشقند، والذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتعاون مع سفارة السلطنة بالجمهورية الأوزبكية والمؤسسة الدولية للأمير تيمور. وتقدم السلطنة من خلال المعرض الوثائق والمخطوطات والعملات وصورا متنوعة تحاكي الحياة العمانية والطبيعة الجغرافية. وسط إقبال كبير من الشعب الأوزبكي وتغطية إعلامية موسعة، تستمر فعاليات المعرض الوثائقي عمان قريبة وإن كانت بعيدة، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمتحف الأمير تيمور بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ويستمر لمدة 10 أيام. الوثائق التي قرأتها والتي طلعت عليها ليست وثائق عادية، هي يفترض أن تكون كما هي الآن بفضل الهيئة وثائق محمية، لأنها ليست ملكا لجيل معين، هي ملك للأجيال القادمة من بعد، حتى يفتخر هذا الإنسان العماني وأيضا العربي بشكل خاص إلى هذا الامتداد الحضاري الذي امتد من ساحل مسقط إلى زنجبار. يهدف المعرض إلى إبراز المخزون الوثائقي وإطلاع الباحثين والدارسين والأكاديميين وطلبة الجامعات بمختلف تخصصاتهم على الموروث الحضاري لعمان في مختلف الجوانب، لتعريفهم بالامتداد التاريخي وعمق التواصل العماني الذي يؤكد على قيمة الوثيقة العمانية وأهميتها التاريخية. عندنا في جمهوريتنا وعند بين طلابنا اهتمام كثيرة إلى أن نبحث في الأدب بلدان الخليج وخصوصا سلطنة عمان، ونحن نعرف عندكم طبعا أدباء المشهورين، عندكم تطور الأدب الحديثة والمعاصرة. المعرض الوثائقي عمان قريبة وإن كانت بعيدة يحتوي بين جنباته مجموعة من الوثائق العمانية المختلفة وبعضا من الوثائق الدولية التي تحكي جانبا من التاريخ العماني التليد، بالإضافة لمجموعة من المخطوطات التاريخية التي تتحدث عن مواضيع مختلفة وأهم العملات والطوابع التي تعاملت بها السلطنة مع بلدان العالم، والخطوط البحرية التي كانت تسلكها السفن العمانية من خلال مجموعة من الخرائط المنوعة. أنا ما عرفت عن عمان سابقا، وأنا جئت في هذا متحف الدولة لتاريخ التيموريين لمشاهدة المعرض باسم عمان قريبة وإن كانت بعيدة. أنا شفت الوثائق والمحفوظات والعملات والملابس العمانية وتعرفت كثير من المعلومات عن عمان. جيت أشوف المتحف والمعرض اللي جابوه من سلطنة عمان، وما شاء الله شفت معلومات كثيرة من التاريخ والتراث
وكل الأشياء المعلقة بسلطنة عمان. كما يشتمل المعرض على مجموعة من الصور التي تبين العلاقات العمانية الأوزبكية، وصورا لبعض ولايات ومحافظات السلطنة وأبرز المعالم الأثرية والسياحية، بالإضافة لمجموعة من المقتنيات الشعبية القديمة كالفضيات والسعفيات وملابس تقليدية تبين الزي العماني الأصيل. تشكل المعارض الوثائقية جزءا مهما لإطلاع المجتمعين المحلي والدولي ومرخا أساسي لقراءة الحضارة والتاريخ العماني الأصيل، كما أنهما فرصة للتبادل الثقافي والفكري بين البلدين لما لهما من باع كبير في الماضي ومستقبل واعد في الحاضر. بدر بن حمود ناعبي لتلفزيون سلطنة عمان من متحف الأمير تيمور من العاصمة الأوزبكية طشقند. والآن مشاهدينا سنتوقف مع أهم الأخبار الاقتصادية مع زميل خلفان العامري. إلى خلفان. النشرة الاقتصادية برعاية السلام عليكم، تتابعون في الأخبار الاقتصادية. أكثر من 21 مليون سهم في تداولات اليوم بسوق مسقط للأوراق المالية. مستقبل سياحة الحوافز والمؤتمرات بالسلطنة كان عنوان لقاء تعريفي نظمته وزارة السياحة بهدف توعية وتثقيف المؤسسات السياحية في القطاع الخاص بسياحة المؤتمرات. واشتمل اللقاء على عرض لمشروع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض وعرض آخر عن أهمية سياحة المؤتمرات. وقال مدير عام الترويج السياحي بوزارة السياحة إن السلطنة بدأت في استقطاب سياحة المؤتمرات والمعارض، وذلك لما لها من فوائد مباشرة للعاملين في القطاع السياحي والقطاعات الأخرى، مؤكدا دعم الوزارة للمؤسسات السياحية في القطاع الخاص للدخول في الشراكة والعضوية مع المؤسسة العالمية للمؤتمرات والمعارض. رعى حفل افتتاح الملتقى سعارة ميثا بن سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة. كشفت اللجنة المنظمة لمعرض المنتجات العمانية عن خطتها لإقامة المعرض القادم في جدة بالمملكة العربية السعودية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ضمن فعاليات المعرض المقام حاليا في مدينة دبي، فيما يواصل المعرض استقبال التجار ورجال الأعمال لليوم الثاني على التوالي. لليوم الثاني على التوالي يواصل معرض المنتجات العمانية أوبكس 2014، حيث شهد اليوم الأول حسب الإحصائيات إقبالا جيدا من التجار ورجال الأعمال. تفاجأت ببعض الصناعات المتعلقة بالفايبر، صناعات تتعلق بالصناعات الطبية، صناعات أيضا تتناسب مع توجهات النمو في دولة الإمارات وأيضا في دول الخليج الخاص بقطاع الإنشاءات وما شابه، عبر تسويقها بتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة بين منظومة دول الخليج وبعض الدول التي تم توقيع على اتفاقيات التجارة الحرة بين الجانبين. هناك عدد كبير من الزوار اللي سجلوا في الموقع الإلكتروني واللي كان لهم الرغبة في زيارة الشركات والتعرف على منتجاتهم كمشاركين وأيضا كحضور. الحضور كان جيد يوم أمس، ونتوقع إن شاء الله خلال اليوم وغدا أن يكون عدد الزوار أكبر. وعلى هامش فعاليات المعرض تم الإعلان عن الوجهة القادمة لمعرض المنتجات العمانية 2015، والذي سوف يكون في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الحكومة ترصد مبلغ وقدره 400 مليار دولار لاستثمارها في المملكة العربية السعودية. الهدف أنه إحنا نروج المنتج العماني خارج السلطنة، وإن شاء الله يعني يكون في أيضا نتأمل أنه يكون في عندنا وكلة في دولة الإمارات العربية. الإقبال كان جيد في اليوم الأول، ونتوقع أنه الإقبال بيكون أكبر اليوم إن شاء الله في ثاني يوم. تعرف في هذه المشاركات يعني أتوك المستثمرين والشركات من جميع المناطق، ويعني ويكون فيها تبادل تجاري في من قبل السلطنة والدول الأخرى. يعني تواجد الشركات العمانية خارج السلطنة جاء نتيجة لما تتمتع به المنتجات العمانية من مواصفات عالمية، حيث استطاعت أن تنافس الأسواق الإقليمية والعالمية. ويعتبر معرض المنتجات العمانية أوبكس 2014
إحدى الخطوات الهامة لترويج المنتج العماني إلى المنطقة والعالم، حيث من المتوقع أن يخرج بالعديد من الأفكار والرؤى الجديدة التي ستسهم في تعزيز القطاعات الصناعية وتوطيد الشراكات مع مختلف المؤسسات الإقليمية والعالمية. لتلفزيون سلطنة عمان، سعود بن سعيد المعولي من إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. برجر دجاج الصفاء، قطع دجاج الصفاء، هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفا دائما. 100% حلال، 100% طبيعي وشهي، 100% عماني، طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة. الصفا. مؤشر سوق مسقط الأوراق المالية يغلق على انخفاض طفيف بعد أن تداول المستثمرون أكثر من 21 مليون سهم. تفاصيل حركة تداولات اليوم نتابعها في التقرير التالي. أكثر من 21 مليون سهم تم التداول بها اليوم في سوق مسقط الأوراق المالية. جاء ذلك من خلال تداول قرابة 7 ملايين ريال عماني وتنفيذ 1142 صفقة. وأوضحت النشرة اليومية الصادرة عن سوق مسقط الأوراق المالية بأن المؤشر أغلق عند مستوى 7471 نقطة متراجعا 41 نقطة. محللون ومراقبون أكدوا بأن حالة التراجع التي شهدها السوق خلال يوم أمس واليوم هي حالة طبيعية مع الارتفاعات التي شهدها خلال الأسابيع الماضية، وأوضحوا على أهمية بناء محافظة استثمارية في ظل عوائد الشركات الجيدة وتوفر الأسهم ذات الأسعار المغرية. تراجع بسيط في حركة التداول، واليوم الثاني على التوالي من أول الأسبوع في حركة تراجع مستمر، وذلك بجن الأرباح في كثير من الشركات. وبطبيعة الحال الحركة هي يعني بسيطة وسهلة جدا، يعني ليست هناك أي مخاوف حول حركة التداول. الشركات يعني نتائج جيدة خلال الفترة الأولية من النصف الأول من عام، والحمد لله نأمل إن شاء الله بيكون حركة جيدة خلال الفترة القادمة. ثلاث شركات فقط أغلقت عند المنطقة الخضراء اليوم، هي صناعة مواد البناء والوطنية العمانية للهندسة وريسوت للإسمنت، فيما تراجعت أسعار 28 شركة تصدرتها أسهم الشرقية للاستثمار القابضة وعلاف ظفار والعمانية المتحدة للتأمين. ركز المستثمرون اليوم على أسهم بنك نزوة بعد أن تم تداول أكثر من 6 ملايين وأربعمائة ألف سهم، فيما تداول المستثمرون أكثر من 1,500,000 ريال على أسهم الشركة العمانية للاتصالات. بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر القادم 95 دولارا و36 سنتا للبرميل. وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عمان شهد انخفاضا بلغ دولارا واحدا و65 سنتا عن سعر يوم الإغلاق الماضي والذي بلغ نحو 97 دولارا للبرميل. وكان معدل سعر النفط العماني تسليم أكتوبر القادم بلغ 102.23 سنتا للبرميل، منخفضا بذلك 4 دولارات وسنتا واحدا مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الحالي. أنا أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي، طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي، 100% عماني وحلال. الصفا اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفا. ارتفع الذهب إثر بيانات اقتصادية مطمئنة، لكن المعدن الأصفر ما زال قريبا من أقل مستوى له في 8 أشهر، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي والذي لمح في وقت سابق إلى رفع أسعار الفائدة. هذا وارتفع المعدن النفيس 0.6% ليصل إلى 1,235 دولارا و40 سنتا للأوقية. كما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية 4 دولارات و10 سنتا للأوقية ليصل إلى 1,235 دولارا و60 سنتا للأوقية.
وإلى أخبار الأسهم، حيث تراجعت الأسهم الأوروبية وذلك بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، مما أثار المخاوف بشأن وتيرة النمو بثاني أكبر اقتصاد في العالم. ونزل مؤشر ستوكس أوروبا لقطاع النفط والغاز 1.2%، في حين هبط مؤشر قطاع الموارد الأساسية 0.4%، متأثرا بانخفاض سعري النفط والنحاس. كما تراجع مؤشر يوروفيرست 300 نحو 0.5%، ليصل إلى أكثر من 1377 نقطة. أخبار الاقتصاد انتهت، شكرا لكرم متابعتكم، وعودة إلى باسل وبثينة. النشرة الاقتصادية برعاية شكرا لك خلفان. قرية قديمة في العاصمة الأفغانية كابول تحولت منذ وقت قريب إلى مركز تجاري نشط للسكان وأهالي القرى المجاورة، وذلك بدعم من منظمة بريطانية غير حكومية. نعم بثينة، قد شارك سكان القرية في إحياء تراث القرية، وذلك عبر ترميم المنازل وتزيينها بنقوشات فنية تقليدية. المزيد في التقرير التالي. يعيش هذا الحي تغيرات كبيرة، فقبل بضع سنوات كان الغبار والنفايات تغزو شوارع هذه المدينة القديمة في كابول، ولكن بمساعدة منظمة غير حكومية بريطانية يستعيد مركز السلطة الأفغانية ببطء مظهره اللامع ما يبث السعادة لدى السكان. لقد تحسنت الظروف هنا، لم يكن لدينا مستشفى فبنوا لنا واحدا، لم يكن لدينا مدارس أيضا والآن لدينا واحدة. في الماضي كان على أطفالنا التنقل إلى أحياء بعيدة كباغلي مردان، والآن لدينا مسجد ومستشفى ومدرسة هنا. كما شارك السكان أنفسهم لإعادة بعث الحياة في الحي القديم، هنا يمكنهم تعلم فن الخط والسيراميك التقليدية. عبد الهادي البالغ من العمر 85 عاما كان يعمل حرفيا لدى الملك ظاهر الشاه، اليوم ينقل معرفته إلى الجيل الجديد. هي مهنة والدي ووالدي والدي، وأنا عملت بجد للتعلم والآن أدرسها لطلابي. أحيانا أنا هو من يقوم بالرسم ثم يعمل عليه طلابي. للحرف التقليدية في أفغانستان تاريخ طويل، والذي مع الأسف أهلكتها سنوات الحرب الثلاثين. والمنظمة غير الحكومية التي تشرف على أعمال الترميم تأمل أن تجديد الحي سيسمح بخلق فرص العمل للسكان في السنوات المقبلة. مشروعنا مرتبط جدا بجميع أنواع الحرف، لدرجة أن هدفنا هو إحداث نهضة صناعية في البلاد تدر الملايين من الدولارات. أعتقد أن هذا ما نقوم به، علينا تعزيز هذه الصناعة كي تتمكن من خلق نوع من النمو الاقتصادي في أفغانستان. الهدف المعلن عنه 3 ملايين دولار من العائدات سنويا، ولكن نظرا لتاريخ أفغانستان المضطرب ومستقبلها الغامض فلا يمكن ضمان أي شيء. في الختام إليكم العناوين. تطوير منظومة التعليم من أبرز محاور الندوة الوطنية، التعليم في سلطنة عمان الطريق إلى المستقبل. ثلاثون دولة تتعهد من باريس بتقديم دعم كامل للعراق في محاربة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. وكالة الطاقة الدولية تتحدث عن إخفاق إيران في تقديم تفسيرات عن تطوير أبحاث نووية للاستخدام العسكري. انتهت مشاهدي الكرام هذه النشرة، نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء. إلى اللقاء.